اداني يعني اداني نتيجة كويسة بصراحة، وكمان لما انا استخدمته، ودلوقتي هوريه لكم برضو ايه كده على ايديا. طبعا هو بيعمل طبقة عازل كده عشان يحمي البشرة من الشمس، شايفين؟ بصراحة هو جميل جدا. نعم، يبقى ايه صوابعي كده اهوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم حبايبي وكل متابعين قناة حنان البراكي. النهاردة حبايبي هقدم لكم تركيبة جميلة جدا جدا. التركيبة ديت هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن سان بلوك اللي هو واقي الشمس. يعني هنقول لكم على التركيبة اللي أنا عملتها، والتركيبة دي بصراحة هي مش بتاعتي، بس دي بتاعت الدكتور عماد ده، وانا لما جربتها فبصراحة ادتني نتيجة كويسة جدا جدا، وربنا يبارك له. ودلوقتي يعني ايه هقول لكم بقى، انا كنت بستخدم واقي للشمس ده كده، وبصراحة يعني انا عشان بشرتي كمان حساسة، وكل ما بطلع بره في اي مشوار في الشمس كده يعني، فارجع الاقي وشي احمر، فبستعمل الكريم واقي للشمس. فدلوقتي كنت بشتري ديت، هي العلبة دي كده ايه خلاص خلصت اهي، حتى لسه غسلها عشان هحط فيها اللي انا عاملاه اهي، شايفين؟ فاضية اهي، بس حبيت ان انا اقول لكم برضو، اعمل الفيديو ده اهوت واعرفكم برضو التركيبه دي هتبقى ايه. انا عملت التركيبه وقلبتها في علبه كريم فاضيه عندي، اللي هي يعني علبه كريم بتاعه الشعر، فقلت بقى ايه اعمل فيها التركيبه عشان ايه تبقى واضحه بالنسبه لكم، وبعد كده انا بقى ايه افضيها ايه في العلبه ديت عشان اعرف استعملها، شايفين شكله؟ نيجي بقى دلوقتي عشان اقول لكم برضو التركيبه دي هتبقى عباره عن ايه. وانا على فكره انا هصور لكم المقطع ده دلوقتي، وهحط لكم برضو الصور، لان انا بصراحه لما عملت التركيبه فما صورتهاش فيديو، بس بعد ما انا ما عملتها يعني واستعملتها كمان وادتني نتيجه كويسه، فقلت ايه يعني حبيت ان انا اجربها الاول بصراحه، عشان كده ما صورتهاش. فدلوقتي هبقى اسيب لكم الصور بتاعت الحاجات اللي انا استعملتها، المكونات اللي انا استعملتها هسيبها لكم في الفيديو، وكل صورة هحط لكم الاسم بتاع الحاجة اللي احنا ايه استخدمناها عليها. نشوف بقى مع بعض حبايبي التركيبة هتبقى عبارة عن ايه. هنحتاج 40 جرام من كريم اكسيد زنك، فده كده اسمه. برضو هسيب لكم الصورة من تحته، انا استخدمت اتنين يعني من الكريم ده هوت، فانا استخدمت اتنين. الكريم ده هوت بيبقى مرطب كمان، هي بتبقى عاملة زي انبوبة المرهم كده، فهي بتبقى مرطب للجلد يعني، فبتبقى حلوة كمان في استخدام التركيبة ديت النهاردة. هنستخدم برضو كمان 50 جرام من الكريم بتاع كريم البشرة، اللي هو يعني ايه بيكون بالجليسرين. نعم، هنوريكم برضو العلبة بتاعته. ده كده حبايبي، ده كده شكل الكريم اللي انا استخدمته اهوت، كريم بالجليسرين. نعم، فهنستخدم منه 50 جرام، فده كده ايه، يبقى ده كده اللي احنا هنستخدمه. هنستخدم كمان 40 جرام من زيت جوز الهند، وهنستخدم 2.5 جرام من بودرة التلج. انا جايبة ده كده بيبقى الكيس ده هو بودرة التلج، انا خدت منها معلقة صغيرة اهي، ده كده اللي هي بتاعت الاطفال. لا اهي هقول لكم برضو، اخليها كده اهوت. هنيجي بقى ايه على الطريقة. هتجيبي اي علبة عندك تكون ايه فاضية. انا استخدمت علبة الكريم ديت، كنت غسلها كويس وبعد كده حطيت فيها، فضيت فيها اتنين علبة من الكريم اللي هو المرطب.
وفضيت عليهم 50 جرام من الكريم ده هوت، وحطيت عليهم 40 جرام من زيت جوز الهند، ومعلقة صغيرة من بودرة التلج. وبعد كده قلبتها، ايه قلبت المكونات ايه مع بعضيها ايه كده، فاداني يعني اداني نتيجة كويسة بصراحة. كمان لما انا استخدمته، ودلوقتي هوريه لكم برضو ايه كده على ايديا. طبعا هو بيعمل طبقة عازل كده عشان يحمي البشرة من الشمس، شايفين؟ نهيت. بصراحة هو جميل جدا. نعم، يبقى ايه صوابعي كده اهوت. طبعا لما تيجي تدهنيه دهني كده بقى على بشرتك كويس، ودلكي كده بشرتك، هيديكي نتيجة كويسة بصراحة، وبيبقى وبيدي ترطيب جميل كمان للبشرة بصراحة. التركيبة دي تحفة، شايفين؟ نعم كده ايديا اللي انا دهنتها، شايفين الفرق بين دي وبين ديت؟ كده حبايبي، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم بالفيديو النهارده. وطبعا الكريم بقى دهوت اللي انا عاملاه، اللي هو الكريم واقي للشمس، فهفضيه بقى في العلبه ديت واستخدمه، عشان يبقى الاستخدام بتاعه يبقى سهل ايه عليا. بس انا حبيت اللي انا قبل ما افضيه اللي انا اوريكم ايه شكله. اتمنى للفيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه، ويا ريت اللي لسه متابعني لاول مره فضلا وليس امرا حبايبي، لو الفيديو عجبكم والقناه عجبتكم وبتستفادوا منها، يا ريت ان انتم تدعموني كده حبايبي بالاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا جرس علشان يوصل لكم فيديوهاتي وكل جديد انا بقدمه في القناه اول باول. ما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم الفيديوهات. وديات كده تدعمونا كده يا حبايبي باللايك والشير، عشان كل الناس تستفاد يعني بالتركيبة دي، لان هي فعلا تركيبة جميلة جدا جدا، وهتوفر عليكي كمان اللي انت يعني تشتري واقي للشمس ويكون غالي، فبصراحة هتوفر عليكي جدا. نعم، يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.